يا مساء الخير عليكم، مساء الجمال. معادنا النهارده مع بيت جدتي وحكايه جديده من حكايات جدتي. قبل ما ندخل بيت جدتي ونسمع حكايتها، يا ريت تدخلوا تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس، ومنتظره كومنتاتكم. وميرسي جدا على الكومنتات الجميله، وبجد بجد انا ببقى مبسوطه جدا بتعليقاتكم، وببقى حريصه ان انا ارد عليها كلها. انا سعيده جدا بيكم. طيب نحكي بقى حكاية جدتي النهاردة. حكاية جدتي عن عطار قاعد في محله، فاتت عليه بنت جميلة عايزة حنة. البنت بتاخد الحنة، فهو بيعبلها الحنة لمس ايديها، فالبنت اتضايقت جدا وزعلت، وبسرعة طلعت الفلوس، وهو بيديها الباقي راح ماسك ايديها. البنت زعلت جدا ومشيت تعيط وراحت، يعني وهي منهارة. العطار روح بالليل لقى مراته بتعيط. بتعيطي ليه؟ قالت له كل يوم السقا بيجي يحط الميه ويسيبها ويمشي، النهارده لقيته بيخبط عليا وبيقول لي اسندي الوعاء عشان احط لك الميه، مش عارف اسنده، وانا بسنده لمس ايدي، وبعدين جاي الوعاء هيقع فجايه بمسكه راح ماسك ايدي جامد، قمت سايبه الميه وداخله جوه، ومن ساعتها وانا قاعده بعيط. التاجر بص لها وبص لنفسه وقال لها ايه؟ دقة بدقة ولو زدنا لزاد الصقة. العطار ده يا جماعة كان فاكر ايه؟ كان فاكر ان هو قاعد مراته في البيت وقافل عليها 4 حيطان، مفيش حد غيره اللي بيشوفها، مفيش حد غيره اللي هيلمسها. هو بره بيكلم بنات الناس وبيلمس بنات الناس وبيزعل بنات الناس. ربنا بيعمل كده في اهل بيته. كما تدين تدان، دقة بدقة ولو زدنا لزاد الصقر. مش معنى ان انت حضرتك قافل على اهل بيتك وصاينهم ومحافظ عليهم وان هو ما بيحصلهمش اي حاجة ومفيش حد بيدخل عليهم غيرك ان هم هيفضلوا كده، لا، لازم ربنا هيبعت لهم اللي انت عملته مع بنات الناس. خدوا بالكم الموضوع ده مش في البنات بس، الموضوع ده في كل حاجة في حياتنا. كما تدين تدان، ازرع الخير هتلاقي خير، ازرع الشر هتلاقي شر. اعمل اي حاجة انت عايزها ترجع لك، هترجع لك، اللي هتعمله هيرجع لك. يا رب تكون حكاية جدتي عجبتكم النهاردة، وتحياتي ليكم، وحكاية جديدة من بيت جدتي وحكايات جدتي.